ديال التهيئ ديال الفريق الفروق. هنا دخلنا في استعداد وتهيئ بدني وتقني مع المدرب يوسف المريني. تنظن اللاعبين كلهم حضروا، كاينين اللاعبين اللي يديروا دي التيست، كاين اللاعبين اللي غادي ننتدبهم. الان راهم كلهم في مركز التكوين، ساكنين تما، كينعسوا تما، كياكلوا تما، التدريب كدوز في الاحسن ما يرام. كاين مقابلات وديه، واحد 6 مقابلات غادي نديروهم، ربما نشاركوا في شي دوري. كذلك حنا مقبلين على البطوله غتبدا في 26، كاس العشر حنا مازال مؤهلين للمقابله ديال طنجه. تنظن بانه ان شاء الله هذه السنه غادي تكون احسن من السنه الفارطه. الحياة ان اللاعب عنده واحد العقد، واللاعب ديما كيطمح للترقية الاجتماعية ديالو، فاش كيلقى واحد العقد اللي حسن من العقد ديال الاولمبيك خلي بقى ما غاديش يمكن يبقى. فعلا غادرونا لاعبين ممتازين، ان مثلا فاش كناخذوا الحارس البرقادي بانه داكشي اللي كنا كنعطيوه الفريق اللي خدا زاد لينا 100 مليون، حنا بكل صراحه كنحافظوا على التوازن المالي. حنا راه ممكن نونجاجيو شي اموال من غير الا كانت عندنا، ما يمكنش نطيحوا في ازمه كما طاحوا فيها بعض الفرق. حنا نفضلوا ناخذوا لاعبين على قد الفلوس اللي عندنا ونطعموا بالشباب ونمشيو بهذا الفريق. راه ما يمكنش ما نحافظوش على التوازن. واليوم راه الجامعه غاديه دير خبراء ديال الماليه اللي غادي يعاودوا يواكبوا الفرق باش هذا الشيء ما يبقاش. اذا الفريق اللي عنده مشكل مالي راه خاص ما يبقاش كاع يجلب اللاعبين، باش ما تبقاش هذه الفوضى في الانتدابات وفي الصرف ديال الاموال بدون رقيب ولا حسيب. وتنظن في اولمبيك خلي بقى حنا هذا الشيء رادي ليه البال، واللاعبين كلهم راهم مخلصين في الشهريات ديالهم، في الاشطر ديالهم، المدربين اللي خدامين في لوسيكا، حنا ما عندناش هذا المشكل. وهذا هو اللي كيجعلنا ما كنغامروش باش نجيبوا لعابه غاليين كثار، باش نقولوا الهدف الاول غادي نلعبوا على هذه ولا على هذه. الامكانيات الماليه عندنا محدوده وكنمشيو على الجهد ديالنا، ولكن هذا ما كيمنعش بانه غادي نديروا انتدابات اللي في المستوى ولكن على حسب الامكانيات ديالنا. ايوا الجمهور ديال اولمبيك خريبكا، هذا الجمهور اللي شغوف وكيحب الفريق، وانا اي واحد كيحب الفريق كنحبو. انا كنعتز بهذا الجمهور، وهذا الجمهور ما ننساش انا احسن ذكرى عندي في السنه الفائته السابقه، وهو الحضور ديال الجماهير تقريبا 10,000 واحد في مدينه طنجه لمؤازره فريق خريبكا في النهائي ديال كاس العرش، وفعلا جابوا الكاس بفضل اللاعبين وكذلك بفضل الجمهور. انا لا اخفيكم سرا، انا ما عرفتش هذه الاشاعات اللي مطلق علي وكيسموا بها العلاقه اللي بيني وبين الجمهور، ان هذا الجمهور فين ما كان عندي شي تدخل عبر وسائل الاعلام ولا في التلفزه، تنقول بان هذا الجمهور انا اعتز به وافتخر به واحبه، وبانه الحوار مفتوح في اي وقت، يمكن توصلوا المصلحه ديال الفريق، يمكن الا كان شي اخطاء نصلحوها، يمكن الا كان شي عيب مني ولا من هذا نطلبوا المسامحه. انا اللي كنطلب من الجمهور العريض ديال اولمبيك خريبكا بانه تكون واحد المصالحه، واخا انا ما عندي حتى شي حاجه ضد هذا الجمهور، بالعكس هذا الجمهور انا كنعتز به وكنعاود ناكدها. وبانه الا كانت كتوصلوا شي اشاعات رانا ما كنتحملش المسؤوليه ديالها، والا كنت غلط راه كنطلب المسامحه.